الأهلي يكتسح البنك الأهلي بثلاثية نظيفة ويستعيد الصدارة عن جدارة واستحقاق، ويقترب بشدة من درع الدوري العام رقم 43. كابتن شريف ألف مبروك، فوز مستحق والبطولة بتقرب مننا. بعد إذنك كابتن عادل. الحمد لله، الحمد لله على المكسب. الحمد لله. زي ما اتفقنا قبل المباراة، انت بتضيف النهاردة 3 نقاط بالنسبة لرصيدك، وبتعدي خطوة كبيرة جدا في بطولة الدوري العام بإذن الله. ناقص ماتشين 3 ومبارك لبعض. بطولة الدوري الأهلي يستحقها. هي الأهلي يستحق البطولة السنة دي. حاجات كتير قوي واضحة في الملعب. عنده قوام جيد زي ما اتفقت معاك، وعنده حالة بدنية تقدر تخليه دايما في المباراة، حتى بالشكل اللي احنا بنتفرج عليه النهاردة ده. احنا بنتفرج على مباراة مفتوحة النهاردة خالص. ولكن السر ايه هو؟ السر اللي احنا مبكر في الدقيقة 18. لا غير الاهداف اللي احنا جبناها، السر في الشكل اللي احنا فاتحين شايفينه ده. نص الملعب مفتوح بشكل من الفرقتين، ان الفرقة اللي قدامك ما عندهاش حاجة تبكي عليها. مش هيلعبوا بمفهوم ان انا بقى هبتدي العب على كونتر اتاك والعب مع كل الفرق. وهتلاقي كل الفرق اللي هتلعبها في اخر 3 مباريات، وخاصه انت بتلعب فرق مهدده بالهبوط، منهم الاسماعيلي، منهم الفرق اللي هي ناقص لك معاها يمكن نص الماتشات اللي جايه كلها مع فرق بتحارب على الهبوط. كل الناس بتفكر بمفهوم دلوقتي ان انا اكسب، مش ان انا اخرج ببونت او اخرج بنقطه مع النادي الاهلي او مع غير النادي الاهلي. فهتلاقي الشكل ده في كل المباريات. المساحات المفتوحه، الضغط على الفرق كلها بتضغط على بعض من قدام، عايزين يستغلوا اي فرص موجوده. النهارده كان البنك الاهلي عنده فرصتين 3 كان ممكن يحقق فيهم اهداف، وانت قاعد بتتفرج عليهم حقيقه بيبنوا هجمه وبيطلعوا كويس جدا، خاصه عن الراجل اسحاق يعقوب ده، عامل جبهه جامده جدا ناحيه الشمال، موصل فرقته جيد جدا، بيلعب عرضيات جيده جدا. لولا ان انت الدفاع بتاعك واقف على رجليه وشايف الكوره وبيطلع، تحس ان احنا قلنا ان ده مفتاح لعب من بدايه المباراه. بتحس ان دي فرقه تقيله اللي بتلعبك، ولكن هو فتح مساحات، مفيش، مش خايف. على قالك دول الراجل انتحر، هو مش انتحره بس هو بيدور على اي حاجه. يمكن ما يكونش يومك انت النهارده، ممكن ما يكونش يوم النادي الاهلي النهارده، بس برضه هو يعني هو موقفه صعب، مش اكثر صعوبه من كل الفرق على فكره، مش هو بس. هتلاقي دي نغمه الماتشات اللي جايه كلها. فانت لازم يبقى عندك سرعه مهمه تخليص المباراه، هو ده اللي بيخلي المباراه تتفتح اكتر، هو ده اللي بيخلي عندك شانس اكتر، هو ده اللي بيخلي الجهاز الفني بيغير اكتر من لاعب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه بارتياحيه. ما بتفرقش معاه بقى مغير مكان بمكان، النهارده ما بيغيرش مكان بمكان، النهارده بيطلع بلاي ميكر ونزل وجه جديد جدا، يمكن بقالنا كتير قوي ما شفناهوش. بينزل طاهر لو عايز يعمل بقى جبهات وكده، بينزل طاهر الاول. ايوه ما ينزلش كريستو الاول، خدت بالك؟ هو خلاص بقى ضامن الفوز، ضامن التاكتكس بتاعته ان في اتنين عاملين له حاله ارتكاز بياخدوا الكره الثانيه بتاعت الهجوم المماثل لفرقه البنك الاهلي. فده بالنسبه للشكل اللي احنا شايفينه. بالنسبه للاعبين، كل لاعب بيبحث دلوقتي على حط كل فردياته في الملعب، وكله بتوفيق بقى. يعني محمد شريف يروح على الجول مرتين ثلاثه بس ما بيجيبش جوال، وده اللي احنا بنتكلم عنه في اول المباراه. لازم يا محمد يا شريف انت الهدفين الثلاثه اللي بيجوا لك على الاقل تجيب واحده، تجيب واحده دي ليك وانت هداف الفرقه، ودي طبيعتك، وده ما تضيعش امتياز تحركاتك واستلامك وانك بتروح، وامتياز الباص ليك في عدم الثقه في التصويب. انا شايفه الراجل ده ما بقاش عنده يعني ثقه في تصويبه، او ثقه ازاي يتعامل وهو رايح على الجول كويس. فلازم جهاز فني يقعد معاه ويكلمه ويرجعه تاني. انا من ساعه كروش والراجل ده انا مش عايز اقول اتظلم، يعني ده اسامه من دايما بيشيد بيه، وفعلا هو الراجل بيتحرك وبيروح على الجول. ففي حاجه لازم يبقى الناس هناك تتكلم معاه، يعني لان هو انا ما مش كل يوم هلاقي لعيب يعرف يروح على الجول. يعني دي برضو حرفيه، يعني دي برضو حاجه بتبقى امتياز ايجابيات يعني، وسريع جدا وبيلعب برجله اليمين وبرجله الشمال.
بالنسبة طبعا لعلي معلول، أنا النهاردة بيثبت أن علي معلول ده مش رمانة ميزان بس، لا ده فكر ولعب وفعلا يستحق أن يكون في شكل تونس وأساسي في المنتخب. فجود لك وبقيت الفرقة زي ما احنا اتفرجنا عليها النهاردة، ولكن هذا هو الشكل اللي احنا هنقابله في كل المباريات اللي جاية. فمن الجيد جدا انك انت بتحرز الثلاث نقاط في اي فرقة انت بتلعبها، بدون ان احنا بنتكلم عن ضيعنا هجمات قد ايه، لعبنا ازاي، الاطراف اشتغلت، بيرستاو موفق، كهربا النهاردة جود لك في الجول، لا دي حاجات برا الحكاية، غير انك انت عندك روح واداء بحالة بدنية جيدة بتخليك دايما عندك الشانس وعندك الفرصة انك انت تكسب او انك انت تجيب اهداف، وده اللي حصل، 3 اهداف. صحيح كابتن علاء، الف مبروك المكسب واستعدت الصداره مره اخرى، واقتراب الدرع بشده من النادي الاهلي. انا الله يبارك فيك ايمن، 3 نقاط مستحقين، وانا يعني من الاستوديو هنا بقول لك المساله مساله وقت بس مش اكتر من كده، ماليش دعوه بقى جايب الدنيا السبعه، جايب الكوره مش جايب الكوره، انا وجهه نظري ان هي مساله وقت، عشان انا عارف انا بتكلم على مين، وعارف تفكير ايه، وعارف انك عايز يعني بتصارع على الدوري ده ازاي السنه دي، خصوصا السنه دي سنتين بره النادي الاهلي، لا الموضوع كتير قوي، مش هيبقى بالنسبه لك مش هيبقى بالنسبه لك سهل، لكن انك انت بتكسب بارتياحيه، ما سرقتش فوزك، بالعكس انت الاحسن من بدايه المباراه لنهايتها، حتى الشوط الثاني مش مزبوط. احسن حاجه صحيح، لكن انت الاحسن في كل حاجه، انت المستحوذ، انت اللي عندك رغبه المكسب، انت اللي بتجبر كل فريق ان هو بيلعب بالطريقه اللي بتناسبك انت، هو مش يعني النادي الاهلي ما مش معاناه النهارده عشان على فكره عشان يكسب البنك الاهلي خالص، ما فيش معاناه النهارده، بالعكس الامور لو ماشيه طبيعيه النهارده يعني بدون مبالغه المباراه دي 6 النهارده يعني لو محمد شريف بس الكره كانت مطوعه شويه مساله صح. حظ يعني توفيق عادل يعني لو عنده شويه توفيق مش 5% من حظ كهربا كان جاب جونين النهارده، يعني كهربا تاخد الكره في رجله بتهيأ، يعني هو ربنا رايد، لكن مش عايز الموضوع ده ياثر على محمد شريف، محمد شريف من المهاجمين الممتازين الموجودين في مصر مش في النادي الاهلي، لكن هي في الاخر في حاجه احنا ما بنقدرش نتحكم فيها، التوفيق من عدم، ودي مش بتاعتنا تماما، انا بملك بس ان انا بجتهد بشتغل بركز، لازم عندي ثقه في نفسي، دي اهم حاجه في صفات المهاجم، لازم ثقتك في نفسك ما تهتزش خالص، حتى لو اهتزت ما تاخدش معاك وقت، لازم ترجع بسرعه، لكن مباراه النهارده مباراه الشوط الاول جيد جدا، الشوط الثاني انت قدرته زي ما انت عايز، حتى التغييرات اللي كان عليها كابتن شريف، يعني الكولر بيدي اوقات كده الناس اللي يعني الناس دي موجوده لسه بيعرفهم على الـ على الـ على الـ اجواء الكره في النادي الاهلي والجماهير تعرفهم كويس، لكن 3-0 نتيجه عاديه جدا، كان ممكن تبقى اكتر، مبروك لعيبه النادي الاهلي والمكسب مريح جدا، وزي ما بقول لك ان شاء الله خطوه كويسه، كمان في خطوه كمان المباراه القادمه ان شاء الله والمباراه اللي بعدها، الامور مساله وقت عشان تحسم، صحيح انك انت الاقدر وانت الاحسن على فكره طول الموسم، انت ما جيتش مثلا حصل ثوره مره واحده، لا لا انت من بدايه الموسم وانت الاحسن وعينك على بطوله الدوري العام، وانت اللي مكمل وانت اللي متشبث بالموضوع ده، ماليش دعوه بالمنافس ايه اللي بيحصل له، لكن انا دايما كل الشغل الشاغل انا فرقتي، انا مشغول بفرقتي، مشغول هم كويسين النهارده مش كويسين النهارده، تفكير ازاي الشكل ايه، هو ده اللي بيميز النادي الاهلي، دايما مشغول بحالك انت، طول ما انت مشغول بحالك انت ايمن انت في حته ثانيه خالص، هتشغل الاخرين لا هتروح مش انت، وعامه النادي الاهلي على فكره من زمان جدا مش حتى من ايامنا من قبلنا بكتير قوي دايما بركز في هو في فرقته على اهدافي انا اللي انا عايز. بالظبط انا عايز ايه، ماليش دعوه منافس عايز ايه، حتى لو منافس اخذ بطوله 2-3 لكن بغض النظر، لكن انا عايز ايه، انا طموحاتي السنه دي ايه، كل البطولات اللي داخل فيها انا عايز افوز بيها كلها، خصوصا البطوله اللي احنا فيها دي هي الاهم، لان سنتين بره النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي بتعتبرها يعني سبحان الله بتعتبرها حاجه، لا عارف انت ظرف طارئ ما حصلش تاني، تخيل سنتين بس يعني بعد كل البطولات دي، لكن هو ده النادي الاهلي وهو ده مفهوم البطولات في النادي الاهلي، ومفهومك او الثقافه بتاعتك واصله لجماهيرك، جماهيرك دايما بتطالب بالدوري العام، تكسب افريقيا، تكسب كاس، تكسب السوبر، اكسب عايز تكسبه، لكن انا عايز بطوله الدوري، البطوله المحببه ليا، والبطوله دايما جماهير النادي الاهلي بتحبها وبتعشقها، عشان كده النهارده النادي الاهلي
يحسب له ان هم المباراه متاخده بجديه جدا، ما عنديش مش فارق معايا المباراه المؤجله، انا عايز احسم في الطبيعي، ماليش دعوه بالمؤجل ايه، ومش دعوه مين بينافسني، مش دعوه مين الثاني، انت الوقت انت الاول اهو، قبل مقابل الاستوديو اول مباراه النهارده كنت انت الثاني، لا انت الوقت الاول قبل بيراميدز، وان شاء الله مباراه مع الثانيه يعني تحسم بطوله الدوري تماما ان شاء الله، تبقى سنه بجد ممتازه بالنسبه لكل النادي الاهلي ومنتمين للنادي الاهلي باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه الف مبروك، نادي الاهلي كابتن شريف الف مبروك، فوز مستحق والبطوله بتقرب مننا، بعد اذنك كابتن عادل. الحمد لله، الحمد لله على المكسب، الحمد لله زي ما اتفقنا قبل المباراه، انت بتضيف النهارده 3 نقاط بالنسبه لرصيدك، وبتعدي خطوه كبيره جدا في بطوله الدوري العام باذن الله، ناقص ماتشين 3 ومبارك لبعض. بطوله الدوري الاهلي يستحقها، هي الاهلي يستحق البطوله السنه دي، حاجات كتير قوي واضحه في الملعب، عنده قوام جيد زي ما اتفقت معاك، وعنده حاله بدنيه تقدر تخليه دايما في المباراه، حتى بالشكل اللي احنا بنتفرج عليه النهارده ده، احنا بنتفرج على مباراه مفتوحه النهارده خالص، ولكن السر ايه هو السر اللي احنا مبكر في الدقيقه 18 غير الاهداف اللي احنا جبناها، السر في الشكل اللي احنا فاتحين شايفينه ده، نص الملعب مفتوح بشكل من الفرقتين، ان الفرقه اللي قدامك ما عندهاش حاجه تبكي عليها، مش هيلعبوا بمفهوم ان انا بقى هبتدي العب على الكونتر اتاك والعب مع كل الفرق، وهتلاقي كل الفرق اللي هتلعبها في اخر 3 مباريات، وخاصه انت بتلاعب فرق مهدده بالهبوط، منهم الاسماعيلي، منهم الفرق اللي هي ناقص لك معاها يمكن نص الماتشات اللي جايه كلها مع فرق بتحارب على الهبوط، كل الناس بتفكر بمفهوم دلوقتي ان انا اكسب، مش ان انا اخرج ببونت او اخرج بنقطه مع النادي الاهلي او مع غير النادي الاهلي، فهتلاقي الشكل ده في كل المباريات، المساحات المفتوحه، الضغط على الفرق كلها بتضغط على بعض من قدام، عايزين يستغلوا اي فرص موجوده، النهارده كان البنك الاهلي عنده فرصتين 3 كان ممكن يحقق فيهم اهداف، وانت قاعد بتتفرج عليهم الحقيقه بيبنوا هجمه وبيطلعوا كويس جدا، خاصه عن الراجل اسحاق يعقوب ده عامل جبهه جامده جدا ناحية الشمال، موصل فرقته جيد جدا، بيلعب عرضيات جيده جدا، لولا ان انت الدفاع بتاعك واقف على رجليه وشايف الكوره وبيطلع، تحس ان احنا قلنا ان ده مفتاح لعب من بدايه المباراه، بتحس ان دي فرقه تقيله اللي بتلعبك، ولكن هو فتح مساحات، مفيش مش خايف، قال لك دول انتحر، الراجل انتحر، هو مش انتحره بس هو بيدور على اي حاجه، يمكن ما يكونش يومك انت النهارده، ممكن ما يكونش يوم النادي الاهلي النهارده، بس برضه هو يعني هو موقفه صعب، مش اكثر صعوبه من كل الفرق على فكره، مش هو بس هتلاقي دي نغمه الماتشات اللي جايه كلها، فانت لازم يبقى عندك سرعه مهمه تخليص المباراه، هو ده اللي بيخلي المباراه تتفتح اكتر، هو ده اللي بيخلي عندك شانس اكتر، هو ده اللي بيخلي الجهاز الفني بيغير اكتر من لاعب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه بارتياحيه، ما بتفرقش معاه بقى مغير مكان بمكان، النهارده ما بيغيرش مكان بمكان، النهارده بيطلع بلاي ميكر ونزل وجه جديد جدا يمكن بقالنا كتير قوي ما شفناهوش، بينزل لو عايز يعمل بقى جبهات وكده بينزل طاهر الاول، ايوه ما ينزلش كريستو الاول، خدت بالك هو خلاص بقى ضامن الفوز، ضامن التاكتكس بتاعته ان في اتنين عاملين له حاله ارتكاز بياخدوا الكره الثانيه بتاعه الهجوم المماثل لفرقه البنك الاهلي، فده بالنسبه للشكل اللي احنا شايفينه، بالنسبه للاعبين كل لاعب بيبحث دلوقتي على حط كل فردياته في الملعب وكله بتوفيق بقى، يعني محمد شريف يروح على الجول مرتين ثلاثه بس ما بيجيبش جوال، وده اللي احنا بنتكلم عنه في اول المباراه، لازم يا محمد يا شريف انت الهدفين الثلاثه اللي بيجوا لك على الاقل تجيب واحده، تجيب واحده دي ليك وانت هداف الفرقه ودي طبيعتك، وده ما تضيعش امتياز تحركاتك واستلامك وانك بتروح وامتياز الباص ليك في عدم الثقه في التصويب، انا شايفه الراجل ده ما بقاش عنده يعني ثقه في تصويبه او ثقه ازاي يتعامل وهو رايح على الجول كويس، فلازم جهاز فني يقعد معاه ويكلمه ويرجعه تاني، انا من ساعه كروش والراجل ده انا مش عايز اقول اتظلم يعني، ده اسامه من
دايما بيشيد بيه وفعلا هو الراجل بيتحرك وبيروح على الجول. ففي حاجه لازم يبقى الناس هناك تتكلم معاه يعني، لان هو انا ما مش كل يوم حلاقي لعيب بيعرف يروح على الجول يعني. دي برضو حرفيه يعني، دي برضو حاجه بتبقى امتياز لك ايجابيات يعني، وسريع جدا وبيلعب رجله اليمين ورجله الشمال. بالنسبه طبعا لعلي معلول، انا النهارده بيثبت ان علي معلول ده مش رمانه ميزان بس، لا ده فكر ولعب وفعلا يستحق ان يكون في شكل تونس واساسي في المنتخب. ف جود لك وبقيه الفرقه زي ما احنا اتفرجنا عليها النهارده، ولكن هذا هو الشكل اللي احنا هنقابله في كل المباريات اللي جايه. فمن الجيد جدا انك انت بتحرز الثلاث نقاط في اي فرقه انت بتلعبها، بدون ان احنا بنتكلم عن ضيعنا في هجمات قد ايه، لعبنا ازاي، الاطراف اشتغلت، بيرستاو موفق، كهربا النهارده جود لك في الجول. لا دي حاجات بره الحكايه، غير انك انت عندك روح واداء بحاله بدنيه جيده بتخليك دايما عندك الشانس وعندك الفرصه انك انت تكسب او انك انت تجيب اهداف، وده اللي حصل، ثلاث اهداف. صحيح كابتن علاء، الف مبروك المكسب واستعدت الصداره مره اخرى، واقتراب الدرع بشده من النادي الاهلي. انا الله يبارك فيك ايمن، ثلاث نقاط مستحقين، وانا يعني من الاستوديو هنا بقول لك المساله مساله وقت. بس مش اكتر من كده، ماليش دعوه بقى جايب الدنيا السبعه، جايب الكوره مش جايب الكوره، انا وجهه نظري ان هي مساله وقت، عشان انا عارف انا بتكلم على مين، وعارف تفكير ايه، وعارف انك عايز يعني بتصارع على الدوري ده ازاي السنه دي، خصوصا السنه دي سنتين بره النادي الاهلي، لا الموضوع كتير قوي، مش هيبقى بالنسبه لك مش هيبقى بالنسبه لك سهل، لكن انك انت بتكسب بارتياحيه، ما سرقتش فوزك، بالعكس انت الاحسن من بدايه المباراه لنهايتها، حتى الشوط الثاني مش احسن حاجه صحيح، لكن انت الاحسن في كل حاجه، انت المستحوذ، انت اللي عندك رغبه المكسب، انت اللي بتجبر كل فريق ان هو بيلعب بالطريقه اللي بتناسبك انت، هو مش يعني النادي الاهلي ما مش معاناه النهارده على فكره عشان يكسب البنك الاهلي خالص، ما فيش معاناه النهارده، بالعكس الامور لو ماشيه طبيعيه النهارده يعني بدون مبالغه المباراه دي سته النهارده يعني لو محمد شريف بس الكره كانت مطوعه شويه مساله حظ يعني توفيق عدم يعني لو عنده شويه توفيق مش 5% من حظ كهربا كان جاب جونين النهارده يعني كهربا تاخد الكره في رجله بتهيأ يعني هو ربنا رايد لكن مش عايز الموضوع ده ياثر على محمد شريف محمد شريف من المهاجمين الممتازين الموجودين في مصر مش في النادي الاهلي لكن هي في الاخر في حاجه احنا ما بنقدرش نتحكم فيها التوفيق من عدم ودي مش بتاعتنا تماما انا بملك بس ان انا بجتهد بشتغل بركز لازم عندي ثقه في نفسي دي اهم حاجه في صفات المهاجم لازم ثقتك في نفسك ما تهتزش خالص حتى لو اهتزت ما تاخدش معاك وقت لازم ترجع بسرعه لكن مباراه النهارده مباراه الشوط الاول جيد جدا الشوط الثاني انت قدرته زي ما انت عايز حتى التغييرات اللي كان عليها كابتن شريف يعني الكولر بيدي اوقات كده الناس اللي يعني الناس دي موجوده لسه بيعرفهم على الـ على الـ على الـ اجواء الكره في النادي الاهلي والجماهير تعرفهم كويس لكن 3-0 نتيجه عاديه جدا كان ممكن تبقى اكتر مبروك لعيبه النادي الاهلي والمكسب مريح جدا وزي ما بقول لك ان شاء الله خطوه كويسه كمان في خطوه كمان المباراه القادمه ان شاء الله والمباراه اللي بعدها الامور مساله وقت عشان تحسم صحيح. انك انت الاقدر وانت الاحسن على فكره طول الموسم انت ما جيتش مثلا حصل ثوره مره واحده لا انت من بدايه الموسم وانت الاحسن وعينك على بطوله الدوري العام وانت اللي مكمل وانت اللي متشبث بالموضوع ده ماليش دعوه بمنافس ايه اللي بيحصل له لكن انا دايما كل الشغل الشاغل انا فرقتي انا مشغول بفرقتي مشغول هم كويسين النهارده مش كويسين النهارده تفكير ازاي الشكل ايه هو ده اللي بيميز النادي الاهلي ان دايما مشغول بحالك انت طول ما انت مشغول بحالك انت ايمن انت في حته ثانيه خالص هتشغل الاخرين لا هتروح مش انت وعامه النادي الاهلي على فكره من زمان جدا مش حتى من ايامنا من قبلنا بكتير قوي دايما بركز في هو في فرقته على اهدافي انا اللي انا عايز. بالظبط انا عايز ايه ماليش دعوه منافس عايز ايه حتى لو منافس اخذ بطوله اثنين ثلاثه لكن بغض النظر لكن انا عايز ايه انا طموحاتي السنه دي ايه كل البطولات اللي داخل فيها انا عايز افوز بيها كلها خصوصا البطوله اللي احنا فيها دي هي الاهم لان سنتين بره النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي بتعتبرها يعني سبحان الله بتعتبرها حاجه لا عارف انت ظرف طارئ ما حصلش تاني تخيل سنتين بس يعني بعد كل البطولات دي لكن هو ده النادي الاهلي وهو ده
مفهوم البطولات في النادي الاهلي صحيح. ومفهومك او الثقافه بتاعتك واصله لجماهيرك، جماهيرك دايما بتطالب بيه الدوري العام، تكسب افريقيا، تكسب كاس، تكسب السوبر، اكسب عايز تكسبه، لكن انا عايز بطوله الدوري، البطوله المحببه ليا والبطوله دايما جماهير النادي الاهلي بتحبها وبتعشقها. عشان كده النهارده النادي الاهلي يحسب له ان هم المباراه متاخده بجديه جدا، ما عنديش مش فارق معايا المباراه المؤجله، انا عايز احسم في الطبيعي، ماليش دعوه بالمؤجل ايه، ومش دعوه مين بينافسني، مش دعوه مين التاني، انت الوقت انت الاول اهو، قبل مقابل الاستوديو اول مباراه النهارده كنت انت التاني، لا انت الوقت الاول قبل بيراميدز، وان شاء الله مباراه مع الثانيه يعني تحسم بطوله الدوري تماما ان شاء الله، تبقى سنه بجد ممتازه بالنسبه لكل النادي الاهلي ومنتمين للنادي الاهلي باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه الف مبروك، نادي الاهلي مهم مكسب النهارده. ما احنا ناقصنا 12 نقطه ربع، خدنا النهارده 3 نقط، يفضل 9 نقط باذن الله رب العالمين، ونبارك رسمي ان شاء الله باذن الله. هو بيقول انا اسامه انت اللي انت عايز تقوله مختلف معاك. ناقص 3 ماتشات ولا 4 ماتشات؟ انا مختلف. نعم ناقص 3 ماتشات ولا 4 ماتشات؟ لا احنا ناقصنا 3 ماتشات عشان نجيب التسع نقط اللي فاضله ان شاء الله باذن الله، وكده تبقى رسمي. اي مش 4 بقى باذن الله رب العالمين. احنا عندنا فيوتشر، اسماعيلي، نادي الاتحاد باذن الله، ناخدهم خطوه خطوه بس كده ان شاء الله. برضه مختلف معاه مباراه مباراه، ومختلف مع حد تاني. ماشي مش هقول على اسمه. انا بقول باقي، بقول باقي. بقول اول الف مبروك للنادي الاهلي، فوز طبعا مستحق وواضح جدا لنا كلنا من اول الماتش، واضح الاهلي مسيطر، الاهلي بيوصل للجون، جاب جونين حلوين الشوط الاولاني. الماتش قلنا عليه من الشوط الاولاني مفتوح جدا جدا، كانك بتلعب بدون وسط ملعب في الاهلي وبدون وسط ملعب في البنك الاهلي. الاهلي بيوصل بسهوله جدا لمرمى ابو جبل، وفرقه البنك الاهلي بتوصل بسهوله جدا لمرمى الشناوي، بس النادي الاهلي هو اللي احرز اهداف من الفرص اللي جات له بالذات الشوط الاولاني، فهو اللي متحكم في الماتش وهو اللي مسيطر، ولكن الماتش مفتوح بدرجه فوق العاديه بالذات كمان، يعني الشوط الاولاني مفتوح والشوط الثاني بقى مفتوح اكتر، ولذلك ما هو ده خلي بالك وضع طبيعي، لان انت كسبان 2-0 الشوط الاولاني، فالوضع الطبيعي ان هو هيفتح مش هيقفل. لا لا هو مفتوح من الاول، هو مفتوح من الاول مش من الشوط الثاني بس، وفي ناس ثانيه ليها اساليب حتى لما بيبقى مغلوب بيبقى حريص امتى يطلع وامتى ما يطلعش، لكن هو يعني انا مش عايز اقول لفظ يعني زي ما علاء قال عارف الاستبيع، يعني الماتش بقى مساحات رهيبه، انت في كوره لكريستو رايح بستة ولا خمسة من النادي الاهلي على 2-1، بس هو متاخر فيها وقاعد يجري بالكوره يجري بالكوره يجري بالكوره يجري بالكوره، بعد كده بصها متاخر لكهربا، يعني لو من الاول اتلعبت الكره هي اللي جريت مش هو اللي قاعد يجري بالكره كان، وغيره كتير وبيرسيتا واسمه ده وكان احمد عبد القادر قبل ما يطلع، الموضوع مفتوح جدا، والنادي الاهلي كان يقدر رغم ان هو جاب 3 اهداف الشوط الثاني كان يقدر بسهوله يضيف اهداف تاني غير الهدف الكهرباء جابه في الاخر، وايضا هم مجازفتهم كانت عاليه جدا ووصلوا سواء من ناحيه يعقوب او من ناحيه بسيوني، ولكن مش ما بينهوش كويس، يعني يا اما مثلا واحده القعود بسهل قوي عدت علي معلول يقدر يسندها بصدره ويجيبها جون، بيلعبها براسه تروح للشناوي، واحده لاحمد ياسر ملعباله حطها بدماغه فوق العارضه قعود، واحده الكريم بامبو خدها على الطاير بس في ايد الشناوي، يعني انا اقصد اللعب كان من هنا ومن هنا، اللعب في كميه جري عاليه جدا، ولكن الملعب واسع جدا واسع جدا من ديفنس النادي الاهلي لغايه اخر واحد اللي هو كهربا او شريف قبل ما يلعب، وبرده واسع جدا من ديفنس البنك الاهلي لغايه كريم بامبو، ففي نص الملعب مساحات رهيبه جدا، لكن النادي الاهلي هو الافضل طبعا، النادي الاهلي هو اللي جاب 3 اهداف، النادي الاهلي هو اللي كان مسيطر على معظم فترات اللقاء طبعا، وفوز مستحق، وانا تاني بقول ان شاء الله
الدوري باذن الله في او درع الدوري في دولاب النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن هقول لك سريعا ان في ارقام النهارده اتحققت بالمكسب دوت تضاف لسجل الارقام القياسيه للنادي الاهلي. النادي الاهلي استعاد الصداره بعدد مرات فوز هو الاكثر في الدوري المصري 21 مباراه. نادي الاهلي اقوى خط هجوم 51 هدف. نادي الاهلي افضل خط دفاع دخل في مرمى 7 اهداف وبيحافظ ب يعني لو جبت لكم النادي الاهلي بقاله قد ايه الحمد لله رب العالمين في الدوري ما دخلش فيه اهداف هو الافضل بالنسبه لخط الدفاع او التنظيم الدفاعي هو الافضل كخط هجوم. ودي المباراه رقم 14 لمستر كورر اللي هو يكسب بثلاثيه. 14 مباراه لمستر كولر بثلاثيه مع النادي الاهلي. شوف الجدول ونعقب عليه. اي الثلاثيات ال 14 مع مستر مارسيل كولر هذا الموسم: الاهلي واتحاد المنستيري 3-0، الاهلي واتحاد السكندري 3-0، الاهلي وبيراميدز 3-0، الاهلي وسموحه 3-1، الاهلي والزمالك 3-0، الاهلي واوكلاند سيتي في كاس العالم للانديه 3-0، الاهلي واسوان 3-0، الاهلي والقطن الكاميروني 3-0، الاهلي والهلال السوداني 3-0، الاهلي وغزل المحله 3-1، الاهلي وفاركو 3-0، الاهلي والترجي التونسي 3-0. نكمل بعد كده اخر ماتشين: الاهلي وحرس الحدود 3-0، والاهلي والبنك الاهلي 3-0. 14 ثلاثيه في مسيره مستر كولر مع النادي الاهلي. يا كابتن كولر مع النادي الاهلي يا كابتن عادل الف مبروك، والدرع يقترب بشده يا كابتن عادل. انت اخذت من على لسان الاحصائيه وعملتها. انا اعملها اهو. اه حاجه جميله قوي انك انت تكون الاول في كل حاجه. صحيح. لدرجه انك انت بس انت عندك رقم واحد بس هو اللي متساوي فيه مع الاتحاد السكندري اللي هو عدد التعادل. اه الخمس تعادلات. خمس تعادلات وخمس تعادلات. لكن بس الحمد لله الفريق الوحيد اللي بدون هزيمه حتى لو ان شاء الله لحد اخر الدوري. والاكثر فوزا 21 مباراه ودي كان بيراميدز 20. صحيح. والاكثر تهديفا 51 كان بيراميدز 50 لحد امبارح. فدي حاجات كويسه جدا للنادي الاهلي، بس هو الاقوى والاحسن للنادي الاهلي تهيألي. الحمد لله دي البطوله الرابعه خدناها. عندك البطوله الخامسه ان شاء الله مرشح فيها. مرشح لسه والسوبر مرشح طبعا لسه ما خدتهاش. والسوبر الافريقي لسه ما خدتهوش ان شاء الله. وكمان كاس مصر ممكن لو يعني لو هتلعب النهائيات بتاعته السنه دي هتوصل انك انت ان شاء الله يبقى عندك 7 بطولات. لو خدت 7 بطولات السنه دي تبقى حاجه كويسه، زائد انك هتلعب في كاس العالم للانديه ده يبقى صحيح. يوم 28/12 حاجه كده، يبقى لسه برضو في السنه في جوه السنه دي. لو عملت رقم كويس جدا او اتخذت ثالث خدت اما الدنيا هتبقى انت عامل انجاز غير مسبوق في الكره في العالم، يعني مش هو ليس في مصر بس. المهم اللي انا الحاجه اللي خلتني كمان سعيد طريقه اللعب اللي احنا بدانا نلعب بيها. اولا انت بتكسب من اسرع ومن اقرب الطرق، ودي حاجه تحسب للفرق الكبيره. الفرق الكبيره احيانا لو انت ذاكرتك تتذكر فيها، لو الذاكره عاوز تحسب مباريات الموسم لفرقه زي فرقه النادي الاهلي او الريال او اي فرق كبيره في العالم، هتلاقي انك انت تقدر تحسب عندها. مثلا هتقول ان في 4 5 6 7 ماتشات في علامات، وباقي المسابقات الدوري والمباريات انت كسبت وكسبت كويس. انت ذكرت هنا مكسب كتير قوي 3-0، ونتيجه 3-0 في كره القدم دي نتيجه كبيره جدا طبعا. يعني هو النتيجه الامثل دائما، يعني النتيجه اللي فيها تنافس اللي هي 1-0 اللي فيها فوق يعني نسبه الفرقه تبقى مترجحه 2-0، لكن 3-0 تقدر تقول ان فرقه بعيد عن فرقه شويه. يمكن لو اديتها نسبه هتلاقي 70-30 مثلا. لو انت اما 4 بيبقى 10 و15. ولكن في اخر الامر اللي انا اقدر اقوله لك ان احنا ماشيين بصوره جيده جدا. اللعيبه بتاعتنا بقت
ما بتضيعش اهداف كتير، ودي كانت مهمه. اول السنه كنا بنضيع اهداف كتير، يمكن حتى شفت الكهرباء، يمكن محمد شريف دائما بيبقى مشدود مش عارف ليه. انا اتمنى محمد شريف انه يهدى في حته التهديف، هيجي الجون هيجي. بس خلي بالك بيبقى فيه برضه في بعض الحالات بيبقى غايب عنك التوفيق. الضغوط ولا التوفيق؟ لا انا بتكلم على التوفيق، يعني لما كمان بيغيب عنك التوفيق في اكتر من لعبه ممكن في بعض الاوقات تاخد قرار خاطئ، او في بعض الاوقات تحس ان الثقه هربانه شويه منك، فبالتالي بتاثر على ادائك في الملعب. بس بيجي حاجه مهمه كابتن ايمن عايز اقولها لك، التوفيق حاجه طبعا مهمة، ولكن التركيز، الممارسة، انك انت ليه مضغوط، ليه ضغط نفسك، ليه دايما الهداف بينزل الملعب بيبقى عاوز يجيب جول، لما بيحب يجيب جول وانت كنت راجل هداف وعارف الامر ده، احيانا لما تبعد عن الجول وتحسس ان انت مش هتجيب جول بتنزل تجيب جول واثنين وثلاثة، لكن ليه تضغط نفسك؟ غابت عنك اهداف قبل كده كتير، وبعدين كنت بتشد نفسك، كنت بترجع بعد صعوبة، لانك انت اصلا طول الوقت انت شاغل نفسك انك انت عاوز ترجع تبقى هداف. انا بقول لمحمد شريف العب، اتحرك، خلي صحابة اللعيبة الباقية يجروا ويعملوا ويتحركوا وتعمل لهم مساحات، مش لازم انا اللي اجيب الاهداف كتير. هو هدف علي معلول الاول. هو انت عايزنا نشرح الاهداف ولا عايزنا ممكن اتكلم براحتك عادي مفيش مشكله، مش شرح معين للاهداف، احنا ممكن نجيبها بعد كده بس كمل كلامك. انا فاكر عشان الدكتور جابها فاكر ان احنا نشرحها يعني. لا هو جايب الاهداف. طيب انا بس اللي عايز اقوله لك يا كابتن ايمن ان احنا طول الوقت في الوقت الحالي وصلنا ان النادي الاهلي بقى عنده اريحيه في المباريات، بقى يلعب كره جميله جدا، بقيت انت توصل لاهدافك من اقرب طرق، ودي الفرق الكبيره احنا وصلنا لها، ووصلنا لها كويس مع كولر. وكانت السبب ايه؟ راحت اللاعبين، انك انت بتحضر لاعبين كتير قوي، عملت دلوقتي ما فيش اساسي واحتياطي. تقدر تقول لي دلوقتي كام لاعب اساسي وكام لاعب احتياطي عندك؟ الطبيعي ان بيبقى في 11 12 في الوقت ده في السنه عندنا اخر السنه، وبتلعب اضطراري في اخر السنه، بقالك سنتين انت بتلعب اضطراري كتير. انت دلوقتي عندك لعيبه جوه الفرقه، جوه فرقتك بتلعب لعيبه على الدكه اساسيين، ايوه لعيبه بره اساسيين، صحيح. بدليل اديك دليل النهارده، حسين الشحات لعيب اساسي مش متواجد النهارده. حمدي فتحي لعيب اساسي مش متواجد. تعال خد اللي على الدكه، طاهر محمد طاهر اساسي، كهربا اساسي، هقول لك مين، كل اللعيبه اللي حتى القندوسي بدا يبقى يعني بياخد وبدا ياخد كتير. انت عندك رامي ربيعه بره الفرقه واساسي، قاعد بره اساسي، كان بيلعب الماتش اللي قبله. فانت وصلت مستر كولر، وصل لحاجه كويسه قوي ان عنده حوالي 17 80 18 لعيب اساسي مظبوط، والباقي بيبقى احتياطي اللي هو جاي بعد كده. وبعدين في اريحيه، لا مع ان انت المفروض في التوقيت ده من السنه ده بالنسبه للبطولات اللي انت شاركت فيها يحصل نوع من انواع الاجهاد شويه. هو عمل بقى نقطه مهمه اللي احنا اتكلمنا فيها انا وانت قبل كده كتير يا كابتن ايمن، بالظبط، مش تدوير، كان تحضير. ايوه هو حضر المجموعه دي، وصل للدرجه دي للوقت ده انه لو انت رجعت قعدت مع مدرب احماله او مخطط احماله، لو قعدت يا كابتن تتكلم معاه في ال 18 لعيب وطلع لك الدقائق اللي لعبوهم طول السنه هتلاقيهم متقاربين جدا. قصدك على معظم اللعيبه ولا على مجموعه معينه؟ من ال 18 هتلاقي حوالي 13 14 لعيب متساويين جدا. بص هحاول اجيبها، يعني حاجه هحاول اجيبها بالتوقيتات. يا ريت تجيبها، هتلاقيهم متساويين. ان شاء الله. بمعنى ايه متساويين؟ ان انت لو كنت الموسمين اللي راحوا منك الدوري قبل كده اللي كان بيحصل مع بطولاتك الكبيره، كان ايه اللي بيحصل يا كابتن ايمن؟ كان بيحصل ان في واحد لعب له مثلا حوالي 40 مباراه، وواحد لعب له مباراتين ولعب مباراه واحده. صح. لكن تعالى احسبها مباريات بس، احسب، خلينا نتكلم ما بين كهربا ومحمد شريف. كهربا ومحمد شريف هتلاقي في عدد المباريات هتلاقيهم متقاربين جدا. طيب عايزك تحسبها ما بين مثلا
انا بكلمك على الاساسي مش كل الفرقه. هو انا قلت لك ان هو وصل ب 18 لعيب 17 لعيب اللي هم متواجدين واثنين النهارده. شيل كريستو لسه بادئ، شيل قندوسي مثلا لسه بادئ، بس دخل حمدي فتحي ودخل حسين الشحات. ايوه انت لو جبت المجموعه دي وكل اللي في الملعب حوالي 17 لعيب هتلاقي متقارب مبارياتهم قوي. عددهم ما تقولش انه في فرق كبير زي السنين اللي فاتت، يعني ما العبش انا 30 مباراه وانت تلعب لي 3. لا انا ممكن العب 25 مباراه وانت تلعب 20. ممكن العب 17 انت تلعب 10 12 ماشي. 13. هو ده الفكر اللي عمله مستر كولر عشان يرجع لحد او يعني يتخطى حته الاجهاد اللي هو كان اللي حصل السنتين اللي فاتت. انت عارف السنتين اللي فاتت من تلت الاخير في كل دوري انت بتلعب اضطراري كل مبارياتك. ايوه انا اتذكر في مباراه انت غيرت 3 لعيبه اول 5-7 دقائق. غيرت 3 لعيبه لدرجه ان انا اصابات، يمكن انا قلت لك كان في قرار فرق معانا السنه دي قرارين، القرار بتاع دفع بالماشين راحه اللاعبين وده كانت من اداره النادي، والحاجه الثانيه اللي هي بتاعت كولر اللي هو بدا يجهز لعيبته. وصلت انت دلوقتي انك انت ممكن بتنقي لسه الفرقه اللي تقعد تختار اللاعبين يلعبوا المباريات ويبقى عنده حيره في الاحتياطي والاساسي زي النادي الاهلي، تبقى في الوقت ده من السنه تبقى انت واصل لمرحله كبيره قوي في كره القدم. صحيح. هو مستر كولر وصل للمرحله الكبيره انه بقى عنده اريحيه دلوقتي انه لسه بيختار الفرقه اللي هتلعب في الوقت ده من السنه. يا كابتن ايمن بتلعب اضطراري كل المدربين، تعال امسك اي فرقه تانية بتلعبك هتلاقيهم بيلعبوا اللعيبه دي غصب عنهم لانه هم اللي سلام مظبوط، او هم اللي جاهزين، او هم اللي مش ما عندهمش شد ما عندهمش. لا انت دلوقتي لسه بتختار تختار انك تريح حسين، تختار انك تريح حمدي فتحي. في حد يريح حسين وحمدي فتحي لما لازم يكون عنده لعيبه تانية قويه؟ احسن اتنين لعيبه كانوا في الفرقه. هو ده هيجرني ان انا كابتن شيف اتكلم على في الفتره ديت مع لعيبه النادي الاهلي. يعني المفروض انت في الفتره دي بتوصل لنهايه الموسم، في الفتره اللي فاتت دي كلها يعني في ماتشات صعبه، ماتشات متوسطه الصعوبه، ماتشات سهله، مستر كولر ما عندوش مشكله ان هو مش عايز اقول يلعب باي حد، لا يعني يغير في بعض العناصر الاساسيه ويدفع بناس ثانيه زي ما قال الكابتن عادل والكابتن علاء والكابتن اسامه من على الدكه. هم مش هنقول على الدكه ان هم لعيبه اساسيين، بس مستر كولر ما عندوش صعوبه ابدا ان هو ممكن يغير لعيب. ويعني مثلا حسين الشحات الماتش اللي فات هو اللي مكسبك الماتش وعامل ماتش كويس، ماشي كويس جدا الماتش اللي فات، هو النهارده بر. حمدي فتحي عامل موسم كويس جدا بر، قبل كده كان نفس الكلام بيتعمل مع علي معلول ومع السوليه ومع الشناوي. احنا شفنا في ماتش الوداد الشناوي كان مصاب بس كان عنده استعداد ان هو يلعب ويدوس على نفسه، ومستر كولر خد خطوه الدفع بمصطفى لان هو واثق في امكانيات مصطفى، فهو عنده ثقه في جميع اللاعبين دلوقتي. اي حد يلعب عنده قوام جيد زي ما انا قلت لك في اول، عنده مساحه من اللاعبين وسكواد جامد، عنده يعمل هو عايزه. هو كمان راح عامل حاجه كمان قلت لك في اول الاستوديو، راح حاططهم في حاله بدنيه وحاله تنافسيه. اللي بيركب معايا القطر وهو ماشي انا اللي باخده. انت ما انت كنت لعيب كوره وكنت عشان تلعب كوره لازم تعمل ايه؟ لازم تاخد عين المدرب، لازم تتمرن كويس قوي، لازم يبان يكون عندك الفرصه، لازم يكون عندك فنيات تسمح لك انك انت تكون في سكواد زي النادي الاهلي، انك انت تلعب بتشيرت النادي الاهلي. لازم عندك مواصفات معينه، المواصفات المعينه دي لازم يحس بيها المدير الفني. وبعدين انت ممكن تقع في مدير فني لسه جاي ما يعرفكش، بيسمع عنك يعني انك انت لعيب كويس، بيشوف سيدياتك، بيشوف السي في بتاعك كله، كل ما هيدوا له اوراق حد هيفضل يبص، ولكن ارض الواقع هي اللي بيشوف. هو الملعب بالنسبه له هو الاختيار الوحيد بالنسبه له، هو بيخلي حمدي فتحي يقعد ليه ولا حسين الشحات النهارده انا مش عايزه، لا خليه يريح زي علي معلول الماتش اللي فات ريحه، وده قوه كبيره جدا ناحيه، وهو ما عندوش باك ليفت اصلا. صحيح. وجاب خالد عبد الفتاح حطه باك ليفت، ما هو خالد هو اللي خلاه عنده الثقه انه يجيبه باك ليفت، لقاه بيأدي ناحيه اليمين وممكن يأدي ناحيه الشمال، ولكن لا يقيم.
بعد اذنك. أيوه. يعني لا يقيم ان هو في منطقه ده مؤدي. ايوه. حاله طوارئ بالنسبه لي انا. ولكن ما جيش على خالد اقول لا ده ما ينفعش. لا مش تيشيرت النادي الاهلي، لا الكلام ده لما ياخد له بقى خمس ست ماتشات وهو اللي بيلعب، هو اللي بيلعب، هو اللي بيلعب، مفيش انتاج زي محمد هاني. لما جه على محمد هاني فتره والناس كلها وقفت ورجعت ايديها، وجات عليه فتره قبل كده كان هيحترف في المانيا، صح، وجات عليه فتره دلوقتي بيعمل كامباك هايل وبيروح منتخب مصر. عامل موسم ممتاز السنه ده، يضاف للمؤسسه كلها في الاهلي بالراجل مستر كولر بالجهاز صحيح. بتاعه بالناس كلها الاحمال الدنيا اللي واقفه جنبه، وهو راجل عنده عين، هو اللي بيتحاسب في الاخر وفي الاول عن كل اللعيبه اللي احنا بنتكلم عنها. فدي حاله لغايه لما يخلص الموسم ده هو المسؤول الاول. ولكن لازم انا عشان اركب قطر بقى وماشي ورايح على بطولات كتير قوي لازم يبقى في تدعيمات بالنسبه للنادي الاهلي في كل الاماكن. وكل الناس بتقول احنا عايزين حد جنب علي معلول، وكل الناس بتقول احنا عايزين حالتين سوبر كده في الفراوده بجانب الناس اللي موجوده، ولكن الناس اللي موجوده هي اللي تقدر تخليك وانت بتتعامل مع المدير الفني يخليك موجوده. ايه اللي يخلي محمد شريف النهارده هو الاساسي؟ اكيد في حاجه، في سرعات، في اخر شواهد في المباراه ان هو عنده حته زياده، اكيد الحاله البدنيه بتاع الكهرباء تسمح له بالشويتين دول ينزل على فرقه كسبانه 2-0 يقدر يصطاد كوره، يكون ليه حاله وجود، حاله حضور، وهو يملك من الفرديات ان هو يكون جوه ال 18. فبتبقى في حالات معينه دارسها المدير الفني صحيح بيحققها بالنسبه للاعب. اللاعب بقى علاقته بالمدير الفني هو ده بتاعته هو، لكن ليس بتاعت جمهور ولا بتاعت حد ياثر عليك. قفشه كان الماتش اللي فات 10-10 اللي قبليه كان كويس قوي نقل الحركه، النهارده موجود اساسي، النهارده اداء نص نص، هتلاقي بيرجع تاني بحمدي فتحي الماتش الجاي من غير ما انا اقول لك كده، ونص ملعب او سلايه لو سليم حسب القصه، وعنده التدوير سلايه لسه شويه عنده الخلفيه يبقى هيرجع بحمدي فتحي، عنده من التدوير بعناصر قريبه كلها من بعض، عناصر جيده جدا، عناصر كلها محترفين، ناس ممكن تطلع بكره الصبح تلاقيهم في اي نادي تاني جوه في اوروبا او في شمال افريقيا او في اسيا، السعوديه، قطر، الحتة دي بتاعتنا اللي هي فيها بقت كره مرتفع جدا، اذا انت مستواك بيأهلك تروح في اماكن كده. صحيح. طيب بمناسبه الحديث عن مستر كولر المدير الفني النادي الاهلي، تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه. Ja, wir sind froh, dass wir unser Spiel mit unserem Lieblingsergebnis, der Letta, gewinnen konnten. احنا مبسوطين ان احنا كسبنا المباراه بنتيجتنا اللي احنا بنحبها، نتيجتنا المثاليه الثلاثه، حتى الثلاثه بالعرض. Wiederum muss man aber auch sagen, dass es nicht so einfach war, wie das Ergebnis aussieht, weil der Gegner gute Mannschaft hat, gut gespielt hat und doch auch die eine oder andere Möglichkeit nach vorne hatte. Aber halt ja, selber dann keine Tore geschossen hat. لكن لازم نعترف ان النتيجه ما كانتش معبره عن الاداء وسير المباراه. النتيجه تبدو ان الماتش سهل، لكن الماتش ما كانش سهل، الماتش كان صعب، وده لان المنافس عمل ماتش كويس جدا، عنده فرقه كويسه قوي، قدر ان هو يخلق فرص لكن ما قدرش يحرز منها اهداف، واحنا قدرنا ان احنا نخلق فرص ونجيب منها اهداف، فهو ده الفرق. لكن هم فريق كويس جدا والماتش ما كانش بالسهوله اللي تبدو عليها النتيجه. So, dann haben Sie eine Erklärung dann dafür, dass Sie, wir dann das dein Lieblingsergebnis ist, die 3-0. Und die zweite Frage ist, die Fans auf den Social Media sind nicht mit der Leistung von Schérif zufrieden. Was sagen Sie dazu? Ja, also zum Ergebnis ist natürlich so, wenn du
mal ein Tor schießt und dann das zweite noch, dass wenn der Gegner noch irgendwie eine Chance sieht, dass er natürlich noch mehr aufmachen muss. Und dementsprechend haben wir dann natürlich eher die Möglichkeit, nach vorne zu kommen. Und das ist uns meistens gelungen. Und das sind natürlich die Spiele. Ich habe eigentlich hier erfahren, dass das unser oder mein Lieblingsergebnis sein sollte. Ja, ist schön, ist gut für uns und wir wollen weiter dranbleiben. هي بتبقى النتيجه بتبقى المفروض ان انت بتكسب بتجيب جون او ما بتجيب جون بتبدا الفرقه اللي قدامك تحاول انها تتجرأ شويه او تحاول تعوض فبتفتح خطوطها فبتاخد الجون الثاني فبيبداوا ان هم يطمعوا في المباراه اكتر ويحاولوا ان هم يرجعوا في النتيجه فبيفتحوا اكتر فيروحوا واخدين الثالث واحنا الحمد لله قدرنا ان احنا نستغل الحالات الفرق اللي قدامنا انها بتلعب بالطريقه دي او انها بتحاول انها تفتح خطوطها اول ما بيدخل فيها جون وده اللي بيسهل لنا الامور ان احنا نجيب النتيجه وانا النهارده اول مره اعرف مني ان انا اهو ان احنا دي نتيجتي المفضله وان احنا جبناها كتير السنه دي واتمنى انها تفضل على طول وان احنا على طول نكسب بالنتيجه الكويسه دي das ist natürlich so dass jeder mal ein schlechteres Spiel spielen kann er hat viel versucht, er hat viel unternommen und ja, hätte vielleicht auch ein oder zwei Tore schießen können. Aber er ist ein Spieler von uns. Er ist einer, der, glaube ich, auch in der Torschützenliste, glaube ich, auf dem zweiten Platz ist. Also hat für uns auch schon wichtige Tore erzielt und er muss einfach weiter dranbleiben. Er muss an sich arbeiten, er muss noch mehr Selbstvertrauen haben in sich selber. Das ist ganz wichtig. Und das versuchen wir ihm zu vermitteln, versuchen das weiterzugeben, dass er noch stärker zurückkommt. هو النهارده او عامه هو بيحاول وحاول ان هو يتحرك حاول يبذل مجهود حاول يعمل حاجات كتير لكن هو مش دايما اللاعب بيبقى في كل ماتش في يومه او كل مباراه بتبقى يومه كان المفروض ان هو كان ممكن ان هو يجيب جون او اتنين النهارده لكن ما حصلش توفيق اعتقد ان شريف محتاج ان هو يشتغل على نفسه اكتر محتاج ان هو يشتغل على موضوع ثقته في نفسه اكتر ان هو يزيل من على نفسه الضغوط اللي هو حاططها على نفسه هو حاليا لغايه دلوقتي رغم كل ده هو في ترتيب الثالث في هدافين الدوري جاب لنا اجوان مهمه هو جزء من الفريق واحنا بنحاول معاه وبنحاول ان احنا نساعده لكن هو لازم كمان يشتغل على نفسه ويساعد نفسه بالذات في نقطه الثقه ونقطه ان هو يرجع نفسه وان هو يشتغل ويكمل شغل وان هو يحقق اهدافه واهداف الفريق. استاذنك السؤال اللي توجه للمدير الفني يكون عن مباراه بلاش سؤال خارج مصر. مستر كولر طبعا مبروك النهارده على الفوز. سؤال يتعلق بالاهلي النهارده حقق رقم مميز اللي من خمس سنين ما حصلش ان الاهلي قدر يجيب هدف من ركله حره مباشره من خارج منطقه الجزاء. وطبعا بره بيستعينوا باجهزه حديثه بتساعد على كده، هل الاجهزه وصلت للمطاره عشان كده شفنا النهارده معلول بيسجل هدف؟ ليه اخر خمس سنين ما جبناش فعلا جول من ضربه؟ ليه مش كان معلول جاب جول؟ 2018 فعلا؟ ما سجلناش جول من بره من ركله حره مباشره. ليه مش كان المحله جبنا جون السنه اللي فاتت وكان علي معلول جاب جون في المقاولين قبل كده وكان جون في الزمالك غالي ضربه ثابته ضربه ثابته ما كانت ضربه ثابته ماشي تمام الاهلي hat dann in den letzten fünf Jahren dann kein Tor geschossen dann von Standard dann von außerhalb der 18er hat es dann damit zu tun dass jetzt die Geräte die du bestellt hast dann aus dem Flughafen rausgingen und Marul hat damit trainiert und somit dann hat er ein Tor geschossen ich habe ihm gesagt das stimmt meiner Meinung nach aber nicht dann habe ihm an Tore erinnert die in den letzten fünf Jahren doch als Standards waren aber er yeah. steht drauf dass es dann keine Tore dass wir in den letzten yeah. 2018 kein Tor geschossen haben dann aus einem Freistoß also ich glaube es geht weniger um die Tore sondern mehr um die Geräte die noch yeah. im Flughafen sind اعتقد السؤال اللي وراه مش الجون اللي وراه انت حضرتك عايز تسال على موضوع الاجهزه اللي في المطار فقعد لفيت اللفه دي هو في معلومه yeah. مش الاجهزه الاهلي بس هي اللي اتاخرت المطار معلومه المصدر هو المطار ان في اجهزه ثانيه غير اجهزه الاهلي يعني المشكله في الجمارك في المطار Also ich habe dann eine Info bekommen, dass das Problem mit den Geräten nicht nur Al-Ahli betrifft, sondern betrifft auch dann andere Mannschaften und nicht nur Al-Ahli. Ich bekomme jetzt dann ein Zeichen hier rechts, dass wir über diese Frage nicht antworten sollen, weil es hat mit dem, das ist dann, hat mit dem, Spiel nichts zu tun. Mehr fürs Training. Mehr fürs Training. Ja.
كابتن واقعي جدا في كلامه مستر كولر، يعني هو اتكلم عن المباراه وقالوا له على المكسب. طبعا هو قال برضو ان الماتش صعب، نتيجه كبيره ولكن المباراه صعبه. المباراه يمكن مش اتسهلت بس اتفتحت مع كل جول بيجيبه النادي الاهلي، لان الخصم مفيش قدامه حاجه غير ان هو يفتح ويلعب الملعب. فهو من ضمن افكاره ان انت تجيب هدف مبكر هيفتح الجيم بالنسبه لك، لان الفريق الثاني هيهاجم مفيش قدامه غير ان هو يهاجم، انت تقدر تستغل المساحات دي انك تجيب جول والثاني والثالث، وده اللي حصل النهارده. هو ده كل الكلام احنا قلناه قبل المباراه، كل الكلام قلناه في الاستوديو المباراه. لكن هي كره القدم عامه ايما مفيش حاجه اسمها مباراه سهله. انت بايدك تخلي المباراه صعبه وانت بايدك تخليها سهله. هو الفلسفه بتاعته ان انت احرازك لهدف بدري في اي فريق بيسهل عليك المشوار بعد كده، بيسهل عليك باقي المباراه. ان الفريق الثاني في نوع من الفريق من اثنين المدربين او مدربين فنيين، في مدير فني بيضطر يفتح الملعب وعايز يتعادل، وفي مدير فني بيتعامل لسه بدري، يقول لك لسه بدري لسه بدري. لكن اللي انا بشوف ده ملخص المباراه من البدايه كابتن، وممكن بس هو بعد كده هنجيب. بص ده من اوله، فبص البدايه اللي انت قلت عليها من مستر بابا فاسيل. انا بقول لك انا بص زحمه، انا موافق ان هم 10 لعيبه وزحمه بس بلا اي معنى. يعني بص لعيبه النادي الاهلي كلها بتستلم، الخطوره موجوده، انت بتوصل عادي جدا لحد ما حرصت الهدف الاول. بعد الهدف الاول خلاص الامور فتحت تماما بتتغير. بتتغير لحاجتين يا ايما زي ما بقول لك، يا اما هتجيب ملخص ولا اتكلم؟ لا لا خلاص شغل الملخص بقى. ماشي اتفضل. لا ما الملخص يخلص، انا ما بحبش اتكلم ملخص شغال. ماشي يا كابتن، لما خلص الملخص اتفضل. كويس. في مديرين فنيين، واحد بيقول لك لا انا ههاجم واحاول اعوض، في مدير فني وده اللي انا بيعجبني بيتعامل مع الحدث نفسه وعارف ان في فروقات بينه وبين النادي الاهلي، وعارف ان النادي الاهلي سبت له مساحات الحساب هيكبر زي ما حصل النهارده. لكن النهارده بابا فاسيلو عمل حاجه اللي هي كلنا برضو بالنسبه لك اتعاملت فاهم، ان هو بادئ ضد النادي الاهلي الملعب فاتح تماما وانت في اشد الحاجه لنقطه. يعني احنا كلنا اجمعنا ايمن في الاستوديو ان انت اكتر حاجه النهارده بتفكر فيها انك ما تخسرش. مزبوط. يعني هو باعد كلمه الخساره، هو عايز لو خدت نقطه ولو حصل طبعا اللي هو بالنسبه له معجزه صحيح. ان يكسب النادي الاهلي يبقى ده كده هايل. لكن انت نازل ضد النادي الاهلي الملعب لحد كبير مساحات موجوده، فانت عايز بتدور على هدف مع النادي الاهلي وسايب مساحات، فالعقاب جه سريع. صح، جه سريع وكان اكتر من يعني هدف في اثنين في ثلاثه، فرص كتير قوي قوي كمان، وما غيرش طريقته في الشوط الثاني انه خلاص 1-0 هو بالنسبه له، وكان في سهوله للوصول لمرمى من بدايه المباراه فكده من قبل الهدف. ايوه كويس. 1-0 بالنسبه له هو حسب بدري، 1-0 زي 2 زي 3 فخلاص بقى ما عملش اي تعديلات خلال الشوط الاول ولا بين الشوطين، وبدا يلعب اللعب اللي هو العادي مفتوح ضد النادي الاهلي. النادي الاهلي زي ما هو فلسفه كولر ان هو هدف مبكر بيحسم اللقاء بالنسبه له تماما، لان هو بيلاقي اللي هو الحاجه اللي بيدور عليها النادي الاهلي مساحات، وده بيعمل ضغط كويس، بيقطع الكره دايما على خطوره. انت كنت بتتكلم على فرصه بتاعت كريستوف في الاخر او كابتن شريف، دي لو اتلمس ده بالظبط كانوا رايحين 4-2 يعني اكنك بالظبط او ولا 5-2 اكنك في حاله تدريبيه. دي لو اتعمل صح الموضوع بقى 4. فهو ده اللي عمل فيه النهارده المدير الفني البنك الاهلي. كولر خد اللي عايزه من المباراه تماما. صح، مكسب مريح جدا 3-0، اطمن على كل اللعيبه، اطمن على حتى فكره هو، لان المدير الفني بعد المباراه ايمن حساباته غير اللعيب خالص. مظبوط. المدير الفني بعد المباراه بيقعد بيراجع شريط المباراه كله لوحده خالص، انا عملت ايه النهارده، انا كسبت ايه النهارده، انا كمدير فني مع فرقتي. صح. هو النهارده كولر اكيد طالع مكاسبه في المباراه النهارده كتير جدا. خلي بالك انت بتتكلم على مكاسبه كمان مكاسبه المرحله الجايه بالظبط، يعني بتقرب شويه. ما بص ايمن احلى حاجه للمديرين الفنيين معانا اسامه وعادل، تشتغل وانت الامور كلها حلوه في اريحيه اريحيه، فانت بتشتغل ما عندكش اي نوع من الضغوط، فكل حاجه بتعملها انت مش خسران فيها. يعني النهارده كولر النهارده المباراه بالنسبه له مكسب 100% كسب الجمله 100% فيها مكاسب كلها، مفيش حاجه خطا الحمد لله. صحيح. المباراه 3-0، اطمئن على لعيبه كتير جدا،
مظبوط. فكره حتى لما بيغير طريقه اللعب بالشكل مريح جدا، بدا يدي بقولك زي وقت للناس عشان يعني منديزي موجوده برده صح، بيعمل كل اللي عايزه خلاص ما عندوش مشكله، وطلع ب 3-0 مفيش اهداف برده جت فيه الحمد لله. مظبوط. 3-0 نتيجه قرارات كتير قوي بتتكلم فيها، وكان عادل بيعمل حتى الاحصائيه فمكسب مدير الفني مكاسبه غير لعيب الكره خالص. يعني النهارده مثلا مكاسب ده فلان جاب جول، هو كلاعب كره عالي النهارده انا من وجهه نظري احسن لعيب في المباراه طبعا، انا ما اعرفش راحت لمين، ما عنديش فكره، راحت لمروان عطيه ما اعرفش المقاييس ايه، يعني المقاييس مختلفه بيننا وبين الناس اللي بيدوا الجائزه، لكن انا طبعا كل احترام ليهم، لكن انا وجهه نظري النهارده علي معلول مباراه ممتازه حاجه في الكوره. يعني انت كنت بنتكلم في بدايه الاستوديو، طب ما في واحد هيلعب عند علي معلول مش عارف في محمود قعود ماشي جميل، ما انا بقول لك مصر افريقيا الدنيا كلها عارفه ان الراجل ده مفتاح مهم جدا بالنادي الاهلي صح، لكن هو بقى كولر بيشتغل الشغل اللي يوصل علي معلول للحته اللي دايما فيها خطر، الخطر الاستلام والحركه. الشوط الاول حلو اللي كلنا اجمعنا عليه، استلام وتسلم وحركه، استلام وتسلم وحركه، اخطائك لو جبتها الشوط الاول يا ايمن لو فريق ده جابها بسيطه جدا الشوط الاول صح. جدا عكس مثلا مباراه منتخب السويس كانت غلطات كتير، عشان كده الشوط الاول كان حلو. نعم المهم في الشوط الاول هو مش محتاج يبذل مجهود الشوط الثاني صح، هو مش استهتار على فكره، دي برده ذكاء من كولر وذكاء بعض اللعيبه في الملعب. احنا 2-0 انا مش محتاج ابذل مجهود زياده لان الامور كلها الحمد لله انا مسيطر عليها تماما، حتى على فكره البنك الاهلي احرز هدف انا برده قاعد مكش على الان، بس بتقلق شويه ان هو قرب دخل ماشي. مع ان انت المسيطر وانت المستحوذ وانت الاكثر، بس هو ده بقى اللي يريحك في الاخر ان انت المسيطر وانت الاحسن وانت اللي ممكن تروح على الجول، ولو ضغطت زياده تجيب هدف تاني وتاني. عشان كده النهارده بقول لك الامور النهارده بالنسبه لكولر حتى وشه مريح يعني مريح جدا في جدا في المؤتمر، لان هو خارج بمكاسب كتير صح، والحمد لله مفيش اصابات، ودي الاهم صح. كمان انك كل لعيبتك الحمد لله سليمه كمان وبتقرب من البطوله بالظبط. يعني بقول لك انا يعني هي مساله وقت يعني ان شاء الله مباراه تحسم البطوله المحببه ليك ان شاء الله، وتبقى طبعا بطوله ممتازه في موسم استثنائي للنادي الاهلي صحيح. كابتن اسامه مكاسب بالجمله ماتش النهارده، ولكن اسباب تفوق مستر كولر على بابا فاسيليو النهارده مش جرأه بابا فاسيليو في البدايه وان هو لعب بطريقه خاطئه، ولكن اكيد في اسباب اخرى. اسباب اخرى كتيره، اول حاجه ثقه مستر كولر ولاعيبه النادي الاهلي في نفسهم من المكاسب اللي بتحصل الفتره اللي من فاتت من الانتصارات المتتاليه طبعا، لان المكسب بيجيب مكسب يعني في الكوره تملي الامور لما بتبقى ماشيه ومريحه الامور بتبقى متسهله معاك في الماتشات اللي بعديها، وده واضح على لعيبه النادي الاهلي حتى في التوفيق اللي بيجي لك من التوفيق بيجي لك من ايه، ان في ثقه في الاداء في الملعب، مفيش استعجال، مفيش عصبيه، مفيش رعونه، مفيش فبالامور بتتسهل بادائك اللي فيه ثقه، فالمكسب صح. بيجيب مكسب. ثانيا انت كفريق العناصر بتاعتك افضل من عناصر البنك الاهلي، ده برضو سبب من اسباب المكاسب اللي عامه بالنسبه لمعظم فرق الدوري، والنهارده فرقه البنك الاهلي. ثالث حاجه انت بتلعب وانت مش مضغوط، وهو بيلعب وهو مضغوط، انت بتلعب وانت بطل افريقيا وانت ناقص لك 6 ماتشات، وزي ما احنا انا يعني بقول وجهه نظر ان شاء الله ان الاهلي باذن الله الدوري محسوم ليه، هو بالنسبه له لسه بيصارع من اجل البقاء، فدي برضو ضغوط عليه. يبقى انت عندك لعيبه افضل، وضعك في الجدول احسن، عندك ثقه المكاسب اللي في الفتره الاخيره كلها ورا بعض والبطولات واخرها بطوله افريقيا، جاهزية اللعيبة وتدويرها، موقفك في الجدول غيره، هو كل دي أسباب تخلي إن أنت الأسهل إنك تكسب اللقاء، الأقرب إنك تكسب اللقاء، فده اللي حصل على أرض الواقع، يعني دوت على الورق قبل المباراة موجود. اللي هو ترتيبك في الجدول بالنسبه لسيراميكا كليوباترا بالنسبه للبنك الاهلي، عناصر الفرقه وعناصر الفرقه الاخرى، عناصر الفرقه بتاعه النادي الاهلي فيها 7-8 لعيبه دوليين،
منهم اللي في مصر ومنهم اللي في تونس ومنهم اللي في مالي منهم في جنوب افريقيا بيرسيتاو، يعني عندك لعيبه دوليين هم ممكن ما يكونش ولا واحد فيهم دولي، كل ده على الورق. ايوه واقعيا كمان في الملعب اتطبق، يعني احيانا انت بتبقى على الورق افضل ولكن بتيجي على الواقع الملعب ما يبقاش يومك، اللعيبه مقصره، الراجل مش موفق، مش عارف. لكن انت النهارده حتى في الملعب العناصر اللي هي قبل اللقاء تحققت في اللقاء فرصك اكتر، انت افضل، انت مسيطر اكتر، انت استحواذك اكتر، انت وصولك للمرمى اكتر، فلذلك اتحقق لك الفوز يعني. ففي مكاسب كتير النهارده اتاخدت من زي ما بنقول انه ابتدى حتى يريح بعض العناصر الاساسيه. وانا ما زلت بقول عند رايي ومش هتتغير قناعاتي انه في لعيبه اساسيين وفي لعيبه بدلاء، ده في العالم كله الى ان تنتهي كره القدم. صحيح صحيح انت بتعرف الحاجه الكويسه في المدير الفني انه يجهز اللعيبه كلها انه يقدر يستعين بيها في اي وقت، ولكن في عناصر اساسيه. يعني لما تتكلم على الشناوي لا عنصر اساسي، لما تتكلم على علي معلول عنصر اساسي، لما تتكلم على محمد عبد المنعم عنصر اساسي، لما بتكلم على الفترات الاخيره كمان بالذات يعني طول الموسم بس انا بتكلم على الفتره الاخيره، لما تتكلم على حسين الشحات عنصر اساسي، بتتكلم على بيرسيتاو عنصر اساسي، مظبوط، لما تتكلم على ديانج وحمدي فتحي ومروان عناصر اساسيه، بتتكلم على محمد هاني عنصر اساسي، صح. ففي شكل هو الراجل وصل له بالعناصر الأساسية ديت، وبالذات بالذات كانت قلت لك في معظم الفترات اللي بيبقى فيها ماتشات مهمة سواء ببطولة إفريقيا أو في الدوري. ولكن الحلو جدا إن هو جهز عناصر أخرى بتشيل كتير قوي لما بيحب يعمل تدوير بانه يريح بعض اللعيبه اللي بتجهد احيانا زي علي معلول زي عبد المنعم زي حمدي فتحي، احيانا بيدور فبيلاقي لان هو جهزهم كويس. ايوه يعني جهز عناصر 7 8 9 ابتدوا يخشوا بيشاركوا في مباريات، شاركوا في عدد كويس، بس دي تحسب للجهاز الفني. طبعا طبعا الحاجه الكويسه انك تعرف تجهز مظبوط العناصر كلها بدنيا وذهنيا وفنيا صحيح. انه لما تحتاجه يلعب يبقى تلاقيه، مش انت بتفضل تعتمد على ناس وبعدين تيجي تلعب البديل او اللي هو لظروف معينه كان ما يكونش في حاله كويسه. صحيح. لانه حتى الاساسيين صحيح في كل فرقة فيها عناصر واضحة ان هي اساسية، ولكن الاساسي ده احيانا بيقل في المستوى. أيوه. وواحد غيره بيركب بيبقى اساسي فترة معينة. يعني ممكن انت في العناصر اللي موجودة في الاهلي في ناس كانتش بادية اساسي، حسين الشحات ما كانش بادي اساسي. مزبوط. مع الراجل شريف ما كانش بادي اساسي، يعني هو ابتدى في الاخر هو وكهربا، الكهرباء هو الاساسي بالنسبه له او هو رقم واحد وشريف البديل، يعني هما الاثنين اللي كانوا خلاص بقى في تركيز عليهم ان هما الاثنين اللي بيلعبوا قلب الهجوم. الاول كان في 5 6 بيلعبوا على طول، مره شادي حسين، مره حسام حسن، مره بيرسيتاو، مره فلان، مره شريف، مره كهرباء، لغايه لما استقر على كهرباء وشريف هما واحد فيهم بيلعب والتاني بيبقى بديل ليه والعكس. فحتى العناصر الاساسيه بتتغير احيانا طوال الموسم، يعني لظروف اصابات، لظروف مستوى بيقل من بعض من لاعبين عن اخرين، واحد تفوق في فتره معينه. فالمكاسب كتيره منها تجهيز زي ما قلت البديل، عشان كده لما بيغيب حد بالذات مع مكاسب النادي الاهلي ما بقاش يبان القصور، ما بقاش تحس فيه بقصور، يعني ممكن يغيب حسين مره، ممكن يغيب حمدي مره، ممكن يغيب ديانج مره، ممكن يغيب علي معلول مره، ما بقتش تحس بالفروق الكبيره. مظبوط. فما فيش شك انه مكاسب كتيره من النهارده نتيجه 3-0 برضو نتيجه كبيره، وانت قلت ده يمكن الماتش ال 14 اللي النادي الاهلي بيكسب فيه بنتيجه 3. ايوه. برضو من المكاسب اللي ما بقاش فيه يخش فيك اهداف.
صح. احنا في فتره بالذات في اول الموسم ولغايه نص الموسم كمان كانت عدد الاهداف اللي بتيجي فينا كانت كتيره وكانت متكرره في ماتشات كتيره. الفتره الاخيره عدد الاهداف اللي بيجي فينا قليل جدا. صحيح. ويعني بيعدي عليك 5-6-7 ماتشات عقبال ما بيجي فيه الجون. فدي برضو من المكاسب اللي احنا خدناها النهارده. طلعت بنظافه الشباك. ف يعني انا شايف هي دي المكاسب اللي النادي الاهلي حققها النهارده. وان شاء الله بالتوفيق. وان شاء الله الدوري في النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. الدوري في النادي الاهلي اكيد باذن الله رب العالمين. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف تحب تحلل الجول ولا كابتن عادل؟ روح خلينا نشوف. خليه يحلل ثلاثه. ده فاول هيحلله ازاي راخر؟ فاول. لو معانا الاجوال ده كروري عشان نبتدي نحللها بقى باذن الله رب العالمين ان شاء الله. تحلل انت الفاول. الجول الاول هتحلل الفاول؟ بحلل الفاول. الجول الاول كابتن عادل طبعا فاول وركله حره مباشره لعلي. الفاول ده لينا واقفه فيه عادل مع كابتن ناصر. اكيد. لا اكيد بقى اكيد يعني. الناس بتشوف الكره جوه في الشبكه. أيوة. لكن علي معلول وقفته تمرينه عليها. طب. ال- 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 التكنيك اللي شاط فيها الكوره ازاي الكوره وصلت للدر. يعني هو علي كان من سنتين ثلاثه كان هداف في حته الكور الثابته. يمكن قلت شويه. يمكن جاب اكتر. بص دي من كذا زاويه. لا هو علي معلول وجهها صح. يعني هو خلي بالك كابتن في حاجة هنا لازم الناس تعرفها من أهم. بص من هنا. شروط. بص يا كابتن من أهم شروط إنك تجيب فاول زي ده. أنت ما تلعبش على الجون من ورا. أنت ما تلعبش على الجون. الجون بتاعك مين؟ صحيح. الحيطة. صحيح. وليس الهدف نفسه. لأني أنت اتكلمت على التكنيك فعلا. تكنيك عالي جدا جدا من علي معلول. لا وفي حاجة كمان. أنت الحيطة اللي أنت موقفة كده. لما في جون بيطلع بره الحيط بره القايم ولاعب. ايوه. او ممكن اتنين وفي مدرسه اتنين يطلعوا. أيوه. لك بره القايم. أيوه. لو انت طلعت اتنين بره القايم يبقى انت لازم تجيبها. عشان تجيبها جون في الحته بتاعت علي دي يبقى لازم تشوتها من الثالث شمال. أيوه. فانت ده ليها برضو وضع وتكنيك. حتى الكوره نفسها توقيفه الكوره البال في نفسه بيبقى متوجه لفين. الخطوات اللي بيعدها علي معلول وبيرجع لورا عشان يعمل الخطوات ويعمل نفس الخطوه الرجوع نفس الخطوه في التقدم. طيب. عشان يحط رجله في حته معينه من الكوره عشان تطلع لفوق وتنزل كده. صحيح. كل الحاجات دي الناس بتبدو ان هي تشوفها لكن هي ليها تكنيك وشغل كتير. الجول الثاني مع الكابتن شريف. الهدف الثاني يا كابتن برضه علي معلول. علي معلول لاحمد عبد القادر. لاحمد عبد القادر وبيدي له الكوره يعني خلص تقنيه. أيوه. انت فاهم ده. أيوه. الحرفيه بتاعته. ايوه. علاء قال لك فعلا هو علي معلول بالنسبه لنا ورقه بوسطه. حاجه جميله جدا. راجل بيحب الكوره بيحب. صحيح. يلعب كوره وبيلعب السهل. وعبد القادر برده لعيب كوره. طب. كويس. ومن الحرفيه عنده ان هو بيبص كويس. لا هو بيبص على الجول واخد القرار. خلي بالك ان عبد القادر ما حطش فيها قوه قد ما حط فيها توجيه بس وحطها بطن رجله وقرار. انا استلمت ولقى الدنيا مفتوحه. أي. قدامه واستغل حرفيه ان هو يقدر يعمل بليسنج ببطن. صح. رجله. صح. يوديها الناحيه الثانيه فيها حتى من بطن رجله وحته من وش رجله من صباعه الصغير ده. اللي هي دايما تعمل الكيرف اللي هو بيروح على. فحطيتها في حته صعبه جدا. جول علي معلول. صباع كبير. علي معلول. علي معلول نفس الكوره نفس الشكل بنفس. صعبه جدا بتاعت علي معلول الحقيقه. زي ما قال عادل لازم يلعبها لفه. والراجل طلع معاها لغايه فوق وده معديها من وسط الدنيا. توفيق وعدم التوفيق ده برده بتاع ربنا. بص الدنيا. بص الكوره عامله ازاي. تكنيك عالي جدا جدا. حاجه جداً علي ما شاء الله ربنا. احنا صح زي ما تقولوا كده بنشوفها سهله انما لا تكنيك عالي جدا. من علي معلول. وربنا كمان بيكافئ. صحيح. بيني وبينك لما. صحيح. بيبقى في. صحيح. حد بيتفانى كده وبيركز. صحيح. وبيلعب كل حاجه ومن قلبه بيلعب كل كره. صح. بيودي الكره لزميله. صح. فلازم. مزبوط. يبقى فيه مكافاه. صح. فجولين حقيقه. كابتن علاء ناخد الجول الثالث.
الجول الثالث خلاص. لا هتالي من اول لو موجوده بعد اذنك. هتالي من بدايه اللعب. بص يا ايمن قبل ما تتكلم على الهدف، بص كام واحد من النادي الاهلي متواجد في ال 18. بص المنظر اللي هو كسبعه قدام النادي الاهلي، ان خلاص البنك الاهلي خطوطه اتفتحت تماما. فانت الهجمه دي مثلا فيها تقريبا 6 لعيبه من النادي الاهلي موجودين في ال 20 يارد الاخيره للبنك الاهلي. طبعا هي الكره ساعدت كهربا، وده طبعا يعني التوفيق وعدمه اللي كنا بنتكلم عليه. لكن هي الكره حلوه، هجمه خطر، وكانت زياده عدديه كبيره جدا. النادي الاهلي اتلعبت بالعرض، التوقيفه ما ساعدتش كهربا، خبطت في رجله الثانيه فصلحت احسن، بس وفق فيها 100% توفيق. انت فاهمني؟ جت خلاص، هو مكتوب ربنا كاتب له يجيب الهدف ده. فانا بقول لك التوفيق من عدمه انت مش بتاعتك، انت بتجتهد بس. دي البدايه يا كابتن، دي البدايه. بص كل حاجه، بص يا ايمن، بص الكثافه بتاعتها، بص بص الكثافه، يعني انت خمس لعيبه، بص كام واحد في بص كام واحد في ال 18. خندوسي عمل استخلاص كويس جدا، هايل طبعا، كويس طبعا. العرضيه بص يعني كهربا لوحده بين اثنين كويس. صح. بص هنا دي ايوه شمال في شمال، يعني عملت شمال في شمال، هي اثنين في واحد دي. هي ما انا بقول لك يا كابتن شريف، هي التوفيق من عدمه مالكش دعوه. يعني شمال في شمال دي هي اللي صلحت الكوره. ولكن كهربا ظاهره، ظاهره في التوفيق. ابو جبل طبعا راح المكان العكس خالص، وراح حتى هي راح مش جامده، لكن هي راحه في الزاويه الفاضيه اللي هو الهدف الثالث. فطبعا يعني هنا استخلصها القندوس كويس قوي. لا انا عجبني، بص يا ايمن، هي دي في بص انا لعبت جدا، لكن اللقطه دي تدلك على حاجه. لا لعيبه النادي الاهلي في لياقه بدنيه ممتازه، في حته بدنيه ممتازه بالظبط، ان كل اللعيبه موجوده بالسرعه دي والجري ده بالكثافه دي. التوقيت كام في المباراه تقريبا؟ بقول لك ايه، ده لو ربطها في رجله مش هتيجي. ما انا بقول لك مصدق على ايه؟ شمال في شمال. بص الكره بتعمل ايه؟ جامب. بص هي رايده، هي دي اللي خدعت يعقوب. بص هو ده الكهرباء، هي دي هي كده يعني، هو ربنا بجد هو ده الكهرباء. انت ليه انت في الشوط الاولاني ممكن اجيب لك واحده كان عاوز يجيبها جول، اللي هي وان تاتش كده اللي حطها في وش رجله لو بتعمل هو ده الكهرباء. لك ايه بس اصراره انه عايز يجيب جول برده صحيح موجود والله. صحيح. يعني هنا باي شكل هجيب جول ده كويس. مظبوط مظبوط. طبعا خلي بالك التوفيق برده صحيح بيجي بعد مجهود، بعد عناء، بعد تعب، وربنا برده ما بيوفقش غير اللي بيعمل مجهود. ولكن يمكن مستر كولر اتكلم على شريف، هو اتكلم معاه قبل كده لو تفتكروا، في بعض الفترات اللي برضه عاند التوفيق فيها محمد شريف. ولكن محمد شريف لعيب هداف، لعيب كبير، ولكن قد يغيب التوفيق عنه في بعض الاوقات يا كابتن اسامه. موضوع الموضوع بس يا ايمن، موضوع مش مجهود اكتر من هو توفيق. محمد شريف بيبذل مجهود مش طبيعي، مظبوط، بيتحرك بعرض الملعب، بيروح وبيجي خطوات سريعه وهاجل، لكن عدم توفيق غريب. التوفيق ما انا بقول لك انت في حاجه هي مش في ايدك خالص يا اسامه. هي بتاعتك ايمن، علاء هدوء في التنفيذ. هي شفت حسين شحات يا كابتن شريف عنده الملك، محمد شريف ده كان شمال ويمين. صحيح. من غير ما ده بيجيب الصعب. طيب يعني هي حته ده بيجيب الصعب ده، بص راح عامل رجله الشمال كده الاقيها رايحه في ايمن. بص شوف انت على كل ده، هو هدف، تعال شوف هو شريف 9 اهداف، مزبوط. علي معلول 6 اهداف بهدف النهارده، كهربا 6 اهداف، احمد عبد القادر 6 اهداف، محمود كهربا 5 اهداف. يعني كل اللي احنا بنقوله ده وما زال شريف هو هداف الفرقه. بس خلي بالك، كهربا جايب اهداف في افريقيا برضه. لا انا بتكلم على الدوري يعني. دلوقتي انا بتكلم على الدوري دلوقتي. شريف 9 اهداف، علي معلول 6 اهداف بالهدف بتاع النهارده، احمد عبد القادر 6 اهداف بهدف النهارده، كهربا 5 اهداف. مازال هو هداف الفريق، مازال هداف طبعا، مازال هو هداف الفرقه، رغم ان هو النهارده ضيع طبعا هدفين كانوا سهلين، واحيانا بيضيع اهداف سهله، ولكن صحيح كون ان هو حتى بالحاله دي هو مازال الهداف، يبقى ده دليل ان هو راجل بيعرف يجيب جول. صحيح. بس احنا بنتمنى له الهدوء في التنفيذ بس. طبعا مش طبعًا. احنا بنقول له انت مش طبعًا. ده انا اتهمت كروش. صحيح. انت فهمت قصدي انا ايه؟ اتهمته في قفشه، واتهمته في محمد شريف. مزبوط. احنا كل اللي بنطلبه منه اللي احنا بنحبه. صح صح. وعارفين ان عنده امكانيات كتيره، كلنا بنقول كده. صحيح. ولابد انه يكون عنده شيء من الهدوء والثقه. ان شاء الله ربنا. هي الفينش الاخراني اللي انت عارفه. يعني مش اللي احنا هنقول لك تلعبها ازاي، لا اللي انت عارفه. صحيح. طيب وصلنا ل جدول الدوري، جدول الترتيب يا كابتن عادل.
النادي الاهلي في المقدمه من 26 مباراه ب 68 نقطه، يليه بيراميدز من 31 مباراه 67 نقطه، فيوتشر من 31 مباراه في المركز الثالث 57 نقطه، الزمالك في المركز الرابع من 31 مباراه 56 نقطه، مصري البورسعيدي مركز الخامس من 31 مباراه 44 نقطه، مقاولين العرب في المركز السادس من 31 مباراه 43 نقطه، نادي الاتحاد السكندري في المركز السابع من 30 مباراه 41 نقطه، في المركز الثامن فاركو من 31 مباراه 41 نقطه، إنبي في المركز التاسع من 31 مباراه 39 نقطه، نادي سموحه في المركز العاشر من 32 مباراه 36 نقطه، نادي البنك الاهلي في المركز ال11 32 مباراه 36 35 نقطه، نادي الاسماعيلي في المركز ال12 من 31 مباراه 34 نقطه، سيراميكا كليوباترا في المركز ال13 من 31 مباراه 33 نقطه، اسوان في المركز ال14 من 32 مباراه 33 نقطه، طلائع الجيش في المركز ال15 من 31 مباراه 32 نقطه، غزل المحله نزل للمركز ال16 من 32 مباراه 32 نقطه، داخليه مركز ال17 من 31 مباراه 29 نقطه، حرس الحدود اللي هبط بصفه رسميه من 31 مباراه 20 نقطه. خليني اقول لك كابتن عادل سريعا المباريات المتبقيه للاربع فرق اللي تحت، اسوان، طلائع الجيش، غزل المحله والداخليه، وهما الاقرب يعني. طلائع الجيش عنده سيراميكا كليوباترا واسوان وبيراميدز، كويس. غزل المحله عنده البنك الاهلي وعنده حرس الحدود. المحله عنده البنك الاهلي ماتشين بس، ماتشين نوصلوا ماتشين خلاص، وحرس الحدود. ماشي. اسوان لعبت الاسماعيلي النهارده تعادلوا 1-1، عندهم طلائع الجيش وعندهم الداخليه اللي بيصارع. ايوه. داخليه عنده المقاولين، الاسماعيلي، واسوان الاقرب في المنطقات اللي احنا شايفينه. اكيد يعني انت بتتكلم على اخر فرقتين اللي هم حرس الحدود خلاص، اللي هو غزل المحله والداخليه، ولكن في مباراه هتجمع بين الاثنين، في واحد هيبعد اللي هو يعني في مباراه هتبقى غزل المحله والبنك الاهلي. غزل المحله والبنك عنده البنك الاهلي، بس عنده ماشي الحرس في الاهلي وعنده الحرس. الحرس بالنسبه لل خلاص يعني الموضوع منتهي بالنسبه للحرس، فهيقل. لكن انا اقدر اقول لك اللي انا شايف الداخليه ممكن الأقرب. لو كسب مباراتين هيصعب الدنيا الداخليه، وممكن يفلت لو كسب مباراتين ورا بعض، رغم ان هو ايه ال 17. ايوه. بس لو خد بنتين خد سته هيبقى هيوصل ل 35 يعني. في برضه من مين عنده المقاولين وعنده الاسماعيلي وعنده اسوان. عنده مين؟ المقاولين، الاسماعيلي، اسوان. الاسماعيلي، اسوان. ده الاسماعيلي في عرض نقطه هياخدوا منه. لا الاسماعيلي خلاص، الاسماعيلي كده بقى 36. محتاج لا الاسماعيلي 34. محتاج ثلاث نقط رسمي يعني. لكن انا بكلمك ان ممكن ده بالنسبه للداخليه. اما غزل المحله اللي انا شايف ان هو يعني لازم يكسب المباراتين، منافسه صعبه جدا. غزل المحله لازم يكسب المباراتين يعني، لكن انا بقول لك في اخر الحسم. صحيح. هيبقى في اخر مباراه، ولكن هيبقى المباراه اللي جايه. أيوة. المباراه اللي جايه هتوقع. لا رقم اثنين هيقع. اما الثالثه هي اللي هتوقع. هيتأجل شويه ايمن. كل الفرق عندها ماتشات متشابكه. أيوة. يعني انت عندك الماتش الجاي طلائع الجيش وسيراميكا. أيوة. الماتش ده هيعدي واحد فيهم وهيخلي واحد فيهم في الصراع، لان سيراميكا عنده 33 بونت، لو كسب الماتش ده هيبقى 36 خلاص بونت. هيبقى عدى خلاص. أيوة. طلائع الجيش نسبه كبيره. طلائع الجيش عنده 32 بونت، لو كسب يبقى 35. صحيح. وهيبقى ماتش طلائع الجيش واسوان ضرب نار. ونفس الشيء المحل عنده ماتش سهل نسبيا اللي هو حرس الحدود، وعنده مشكله مع البنك الاهلي. صحيح. تعالى لل
الاسماعيلي يعني النقطه النهارده فرد، بس عنده برضو طلائع الجيش وعنده الداخليه في اسوان، عنده الداخليه في الاخر. فاسوان برضو في مأزق، تعادل النهارده مع الاسماعيلي، عنده الماتش الجاي طلائع الجيش. صحيح برضو، فهي كلها متشابكه في اربع فرق تحت. اعتقد اي حاجه ممكن توقعاتي تحصل. توقعاتي قبل ما نقول رجل المباراه ان ممكن الامور تحسم تحت عن طريق يا مواجهات مباشره يا اهداف فرق. ممكن يعني ممكن. توقعاتي بنسبه كبيره يعني. ممكن يعني مش هيدخل فيها مواجهات مباشره وفرق اهداف، لكن انا بقول لك كابتن المباراه القادمه هتوضح لك التاني اللي هينزل مع الحرس. اما المباراه اللي هي الاخيره اخر اسبوع هيحسم لك التاني. طيب كابتن شريف رجل مباراه علي معلول. علي معلول. علي معلول. كابتن علاء. علي معلول. علي معلول. كابتن اسامه. في اتنين النهارده جايين. ماشي يا كابتن اسامه. لازم. طب قول الاثنين ناخد اكتر واحد. اتفضل. انا عاجبني ديانج النهارده. لكن علي معلول طبعا الهدف الاولاني عالمي والتمريره الثانيه. وعامة بيفكر كويس. فعلي معلول. كابتن عادل. شرح كتير قوي. لا ديانج. اصله ديانج لازم ياخد حقه النهارده. لان ديانج كان كويس. خلاص. كابتن عادل. كابتن علي معلول. ماشي. كابتن عادل. علي معلول. إذن علي معلول هو رجل مباراة اليوم. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيمية. انتظرونا.